عالميا أقر مجلس الشيوخ الأمريكي زيادة حد الديون بمقدار تريليوني و500 مليار دولار قبل يوم واحد من الموعد النهائي المقرر اليوم، والذي حذرت وزيرة الخزانة جانيت يلين من أنه قد يمثل بداية أول تخلف أمريكي عن السداد. وفي بيان دعم الإجراء أشاد البيت الأبيض بقادة مجلس الشيوخ لقيامهم بهذه المسؤولية التشريعية والدستورية الأساسية. بعد قرار مجلس الشيوخ وصل سقف الديون في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 31 تريليون و400 مليار دولار.